هو ده المكان اللي قالوا عليه الجواسيس. دي خطة محكمة، احنا كده وقعنا في فخ العدو. وحدوا الصفوف، احنا لازم نعمل ثغرة علشان نعدي منها. هجوم! يحيى! ما تخافش يا يحيى، تعال. رغم إننا خضنا معارك كتير، إلا إن معركة قادش كانت الأقوى، وتصرفك السريع والذكي هما سبب الانتصار يا سيدي. الفخ اللي صنعوه جواسيس الحيسيين ما كانش سهل. اتنين هربوا من تعذيب الحيسيين واعترفوا بكل حاجة، وبمجرد ما توصل للمكان اللي قالوا عليه تكتشف إنهم جواسيس اعترفوا بشيء كان متفق عليه من قبلها. خطة استدراج لجيشنا كانت ممكن تقضي عليه لولا شجاعة كتيبة أمون وسرعة استجابة باقي كتائب الجيش. كانت معركة قادش مستحيل تخلص لصالحنا. يعني نقدر نقول كده إن الحرب انتهت؟ الحرب يمكن تكون انتهت بانتصارنا، لكن الخطر ما انتهاش. لسه ما قدرناش نقضي بشكل كامل على الحيسيين. يعني أنت ناوي تقوم بحرب تانية ضدهم؟ الجيش لسه خارج من معركة قوية، أنا بفكر في أمر تاني وهاخد رأيكم فيه.